اسمي بثينة، فنانة قطرية ومصممة الملصق الرسمي لكأس العالم 2022. بداياتي كانت من الطفولة، بديت أعمل بعض الأعمال الفنية كهواية وحبيت المجال الفني كثير، ولذلك قررت أني أدرس الفن. أعمالي في الفترة الأخيرة كانت تركز على الماضي والربط بالحاضر والحفاظ على الموروث الشعبي، لذلك قررت أن أحافظ على نفس الروح في هذا العمل. حبيت من خلال هذه السلسلة من الملصقات أن يتضمن كل ملصق أعمال فنية تعبر عن مشاعر الاحتفال بكرة القدم في قطر والشغف بهذه اللعبة الرائعة. يصور الملصق الرئيسي القطرة والعقال وهما يلوحان في الهواء بأسلوب احتفالي، وفي مشهد آخر نشاهد بنتين يشجعان شقيقهم وهو يركل الكرة في الهواء بمهارة. كما نشاهد هنا أيضا أن كرة القدم في قطر رياضة ممتعة تجمع أفراد الأسرة معا. صراحة أنا جدا محظوظة بأن يكون لي فرصة أن أشارك بلدي في إنجاح هذا الحدث الكبير، وأتمنى أن يكون خير ممثل لبلدي في هذا المجال.